طبعا نختار في التجربة هذه الضفدع، هذه تجربة اليوم خلاص نختار التوتوريال. طبعا تجربة اليوم هي عن حركة الأكل في الأسوفيجس، يعني تجربة اليوم عن الجي اي تي. نشوف أول شيء نحط الدرج، في عندنا أربع درج، واحد اللي هو نورمال سلاين اللي هو بيكون طبيعي، والطريقة بنوريكم إياها. بس لازم أول ما تشوف الأكل يكون يبدأ على الخط هذا، يبدأ تحسب إلين ينتهي في الخط هذا حق المسامير. نختار أول درج خلاص اللي هو الرينجر اللي هو نورمال سلاين. خلاص تأخذ هذا الأكل، تأخذه وتسحبه وتحطه في البيس حق في السقف حق المربع هذا، تحطه شوفه طلع هنا، تروح عند الساعة تبدأ تحسب خلاص، يعني إلين يوصل للحد هذا لأن المسمار هذا. هذا طبعا النورمال، احنا نقيس النورمال. تخلي يدك هنا على الكلوك، اذا وصل حد اول ما يدخل الحد حق المسمار هذا على طول تضغط. يعني الحين نوقف 41. طبعا التجربة هذه هذا الدرج تسويه 3 مرات وتقسم على 3 عشان تاخذ الافرج او المتوسط.